وهي معرقة اللحم. مكوناتها هي عبارة عن لحم بعظم، بصل، بطاطس، بهارات، وأيضا الثوم، التشويحة حقتنا الثوم مع مرقة الدجاج والخبز، علشان أنه يعني خلينا نقول ما يكون من أساسياتها داخل، لا راح يكون على طرف وتقعد تغمس وتاكل فيه. أول شيء نقطع مثل ما نشوف قدامنا بشكل شرايح. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف قدامنا الحين حطينا الزيت، يا سلام. نبدأ ننزل البصل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحرك بالشكل هذا لما نشوف أنه صار كل جناح منها الحالة. الحين نبدأ أقطع البطاطس مثل ما نشوف قدامنا. طبعا أنا أقطع البطاطس مو عشان أضيفها، راح أضيف البطاطس بعد اللحم، بس بالشكل هذا تشوفون قدامنا. أبدأ أنا دائما نبدأ نوزع، وأهم شيء أنه نوزع، مو ارمو خلاص لا. شوفوا عندنا وزعنا البطاطس الحين، ونخليه أيضا. الحين أبدأ لمسة البهار المعتادة، وبهارنا مثل ما تعرفون نوع واحد ما نغيره. طبعا أضفت شوية موية عشان ما يبدأ عندي اللي هو التكشينة والتسبيكة. خلاص شوف اللحمة عندنا خذت. أنا أحب دائما أطلع اللحمة بالشكل هذا عشان إحنا نشوف شنو المستوى عندنا من اللحمة هذه، شلون تسكرت وشلون لما أعرف أنها صارت مثل البالون. شوفوا شلون حتى ملمسها صارت مثل البالون، أعرف أنها حبست المسام. حبتين ثوم مثل ما نشوف عندنا، وأيضا بعد ما خلاص أخذت عندي أضيف لها بس شوية موية اللي هي البهار. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما خلص خذت النكهة كاملة، حتى شوفوا كيف شكلها ما شاء الله تبارك الله. أبدأ الحين أطفي النار طبعا، بعد ما فارت أبدأ أضيفها هني، وهذا مثل إضافة أي نوع بهار لما تضيفها بالشكل هذا، ولكن الحركة هذه تعطيني طعم أفضل. الحين شوف عندنا أيضا إحنا مكملين بعد ما حركنا بالشكل هذا، يا سلام. تشوفون عندنا الحين هذا الطبق أخذ، نبيه يقعد يطبخ اللحم يعني تقريبا 15 دقيقة عشان تعرفون انها استوت. شوفوا كيف صارت، ومثل ما قلت لكم شوفوها حتى هنا درجة الاستواء باللحم ممتازة، من الضغطة انت تعرف. نخليها نتأكد بعد من البطاطس واستواءه. هذه طبختنا خلاص قضت، ابدأ اشيلها من مكانها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، نصبها عاد داخل الصحن. خلني أول شيء خلاص خلصت من الحرارة، تخلى عنهن. طبعا هذه طريقتها تختلف، اللحم ما نحطها مثل اللي خبز صاج وكذا، لا تضاف بالشكل هذا مثل ما تشوفون. بسم الله، تقدم هذا شكلها، علشان هي اللي يبغى يحط كذا يحط كذا، واللي يبغى يحط كذا يحط كذا، ولكن بالشكل النهائي طريقة التقديم اللي تناسب ذوق الشخص اللي راح يقدم هذا الطبق